انت بص، انت باك رايت مخضرم طول عمرك بتلعب المكان دوت وكده، مع ان بقول ليك انت برضو ذكريات سيئه برضو احكيها قدام هنحكي الناس. هنحكي دلوقتي وهنقول احكيها دلوقتي، بس انت كنت فاهم انت بتعمل ايه. انت هتطلع تهاجم وهتعمل وهتسوي، وبعد كده هترجع هتعمل احسن من اللي عملته قدام، هتدافع اكتر. ليه؟ عارف هتقف فين، عارف حتى هتحلق امتى، هتخش امتى، التاكلنج امتى، انت مش عارف حاجه هتعطل خالص. امتى. فانت يعني انت فاهم. فانا لسه بقى انا مش عارف دلوقتي، طب شويه، طب ما اعرفش ايه، واسمع كلمه من هنا. وبعدين اقول لك على حاجه، ده رغم بعد كل ده بقى، ده انا لعبت باك رايت كمان في ظروف زي ما جمعه قال لك دلوقتي. ده احنا كنا بنلعب ليبرو اتنين سرد باكين، يعني كنا بنلعب ثلاثه في القلب، 3 4 3. يعني احنا لو كنا بنلعب اربعه وانا بلعب باك رايت في اربعه مش في خمسه، ده كده اقسم بالله كان جمهور النادي الاهلي هو اللي طردني من النادي. والله ده كنت عامل كوارث كانت هتبقى هيصة كوارث. ده انا في ثلاثه يعني سفاحين، النحاس وجمعه وشادي محمد، وكان معاهم احمد السيد، وكان في اتنين في نص الملعب ساعتها، شوقي وحسن مصطفى، مكن ما بيبطلش. فكل دول كانوا بيغطوا عليا، انما دلوقتي اربعه واعمل كان يعني جمعه طبعا احنا